للتعريف بالقوانين واللوائح المنظمة للأنشطة الرياضية، وفي إطار حرصها على تعزيز نشر الثقافة القانونية المتعلقة بأنشطة الصيد والفروسية، تأتي مشاركة دائرة القضاء أبوظبي في فعاليات النسخة 21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. وتسعى الدائرة من خلال مشاركتها إلى تعزيز الوعي لدى المهتمين برياضات الصيد والفروسية وسباقات الهجن، وتعريفهم بالتشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لتلك الأنشطة في دولة الإمارات. يعرض جناح الدائرة في المعرض العديد من المشغولات اليدوية والفنية والإبداعية، إضافة إلى فيلم تعريفي يسلط الضوء على دور الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في إرساء منظومة داعمة للرياضات المتنوعة ولا سيما الصيد والفروسية. وتوفر دائرة القضاء لجمهور المعرض الإصدارات القانونية ذات الاختصاص بشؤون الرياضة والصيد، والتعريف بالقوانين واللوائح الصادرة عن المجلس الدولي للتحكيم والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية الدولية.